عيش الشعب عيش عيش رئاساتك ماشي او باش رئاساتك ماشي او باش إذا حنا هنايا من جميع مناطق المغرب جينا باش نعبروا على الرفض ديالنا لهذا الإقصاء اللي كنعيشوه كأساتذة ديال الثانوي الإعدادي والإبتدائي وكمتقاعدين. إذا حنايا سواء مزاولين أو متقاعدين كنطالبوا بحقنا اللي قررت به الدولة بتاريخ 26 أفريل 2011. إذا حنا مقصيين وغير معقول باش نتقصوا من هذا الحق. راه معنا الإخوان اللي دايزين السلم 11 من 2000، إذا شحال راه 23 سنة ديال الإقصاء. إذا هادشي غير معقول. إذا حنا صامدون حتى نحققوا المطلب ديالنا. التلامذ ديالنا خدامين معاهم بكل جدية، نقطهم عندهم وريقتهم عندهم. جربنا عدة طرق للنضال، درنا ساعات احتجاجية، درنا الشارات الحمراء الشارات السوداء، درنا أيام ديال الإضراب وكنعانيو من الاقتطاعات اللي كينزلوا علينا بالاقتطاعات، ولكن رغم ذلك أصلا حنا راهم قاطعيننا، راه حنا مقطوعين، راه عندنا خارج السلم، راه ديالنا حقنا. إذا من حقنا باش نطالبوا بهذا الحق، وحنا صامدين كنطلب من الإخوان الأساتذة المقصرين والمقصيات الصمود إلى حين تحقيق المطلب. وكنتمنى من المجتمع المدني باش يتفهم الوضع ديالنا ويعاوننا باش نكونوا حتى حنا ما نعانيوش من الإقصاء، باش نكون عندنا حتى نخدموا مع وليداتكم أحسن وأحسن إن شاء الله وفي ظروف أحسن. وحنا هذا الشيء كله من أجل المدرسة العمومية. إذا هذا الشيء كامل من أجل المدرسة العمومية وباش يكون المغرب، ومن أجل الوطن كامل أصلا، لأن المدرسة هي الأساس ديال الأوطان كاملين. حنا ضحايا ديال اتفاقية ديال 26 أفريل 2011، يعني كاين المرسوم وما تنفذوش فيه. يلا هذا البند اللي كان غادي يعطينا حنا درجة جديدة أو خارج سميتو، وخلاو هذا وجاو تيديروا مرسوم آخر في 14 يناير 2023. حنا كنرفضوا ذاك المرسوم وتنقولوا بان خصهم ينفذوا، لان راه نفذوا عده بنود من ذاك الاتفاق ديال 26 افريل. يبقى لنا هذا اللي كيشملنا حنا، والاغلبيه ديال هاد الناس راهم خارجين التقاعد، وهما اللي بناوا هذا الوطن، هما اللي تمت بهم السياسه ديال التعريف، السياسه ديال مغربه الاطور، هما اللي كانوا ضحيه ديال السياسه ديال التقويم الهيكلي، يعني كانت جمدات لهم الترقيه، ولهذا هما ما غادي يبغاوش يتنازلوا على هذا المطلب، هذا غادي ناضلوا الى اخر المطاف. وتحيه للجميع. حنا جينا اليوم احتجاجا على تماطل ديال وزاره التعليم في حق الفئه ديال التعليم الابتدائي والاعدادي وملحق الاداره والاقتصاد اللي طالهم الاقصاء منذ نظام 2003. وتم التجاوز ديال هذا الامر هذا في نظام في اتفاق ابريل 2011 بين المركزيات النقابيه والحكومه انذاك. وتم التنفيذ ديال هذا الاتفاق في مجموعه من القطاعات، الصحه والعدل والماليه، وباثر رجعي مالي واداري، وتم القفز على المطالب ديال رجال التعليم اللي هي مطالب مشروعه كغيره من القطاعات الاخرى. لهذا احنا جينا اليوم احتجاجا على هذا التماطل وهذا التسويف ديال الوزاره، وكي نسمع صوتنا ونرد على الاصوات التي تقول بان الساحات الرباط اصبحت فارغه من احتجاجات رجال التعليم. فها انتم الان ترون بانفسكم بام اعينكم بان الاحتجاجات لا زالت مستمره، ونحن مستمرون في احتجاجاتنا للمطالبه بحقنا المشروع، وهو الترقيه لخارج السلم باثر رجعي مالي واداري على ارضيه اتفاق ابريل 2011. اما الاتفاق الاخير ديال 14 يناير 2023 فهو لم يعترف بالاثر الرجعي بل قفز عنه، ولذلك احنا لازلنا صامدون
ومستمرون في نضالنا، وسنستمر في مجموعة من المحطات الصعيدية والامتحانات مقبلة، وسنرى الوزارة كيف ستحل مشاكلها. كتشوفوا اليوم نلبي بيان تمديدي الذي جات به التنسيقية، وهو إدراج 26/27 أبريل مع وقفة ممركزة اليوم بباب رواح. يعني مطالبنا موضوعية وواقعية لما يعانيه نساء ورجال التعليم من تهميش وسوء الترقية. اليوم احنا كأساتذة زنزانة 10 خريجية سلم 9 نطالب السيد الوزير بإنصاف هذه الفئة وترقية استثنائية لجميع خريجي سلم 9 بدون استثناء، دون ترك أي فئة متضررة. كما كتشوفوا ساحة باب رواح تعج بنضالات التنسيقية وكذلك المقصين خارج سلم. لهذا نناشد السيد الوزير وكذلك النقابة الأكثر تمثيلية بالجلوس في طاولة الحوار، يعني جلوس منطقي لحل حالة جميع الملفات، لأننا مع هذا الغلاء المعيشة اللي كنشوفوها اليوم أصبح رجل ونساء التعليم يعانون ماديا كثيرا. لهذا نقول للسيد الوزير لا يمكن الحديث عن جودة أو نظام أساسي جديد دون إنصاف هذه الفئة. نلح ونطالب بإنصاف هذه الفئة في الوقت يعني عاجلا وليس عاجلا. احنا اليوم في إطار تنفيذ برنامج نضالي الذي سطره المجلس الوطني للتنسيقية، والذي فيه مجموعة ديال المحطات، كانت محطتين أمام المديريات والأكاديميات في شهر رمضان، واليوم احنا أمام وزارة التربية الوطنية في إطار تنفيذ وقفة ومسيرة ممركزتين، وذلك لمطالبة بحقنا في الترقي إلى الدرجة الممتازة على أرضية اتفاق 26/2011. هذا نظرا لهذا الحيف الكبير الذي لحقنا ولمدة طويلة من حق الترقي والذي كانت تسقفه سلم 11 بالنسبة للأساتذة الابتدائي والإعدادي وملحق الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويون، وهذا يعتبر حيف كبير في غياب تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 الذي كان سينصف هذه الشريحة التي توقفوا ترقيتها في سلم 11 وهي من محدودي الترقية، الأغلبيتهم ترقوا مرتين أو مرة واحدة. ولهذا فلنا اليوم جينا نعطي واحد الرسالة لوزارة التربية الوطنية أن هذه المحطة هي محطة في إطار واحد البرنامج اللي غيسالي اليوم، ولكن المجلس الوطني سيرد على سيسطر برنامج نضالي جديدا على حسب رد الوزارة وتفاعلها مع مطلبنا، وقد يكون البرنامج أكثر تصعيد وأكثر جرأة.